الماتش كان اليوم ممتاز، مباراة متاع نهائي قبل الأوان، شفنا فيها كل شيء، رينا العافية هوندبول، فما ورق حمر وفما السوسبانس اللي أكثر من هكي بالنسبة لمباراة اليوم بين الكلوب والإسبرانس. يظلي قبل كل شيء كاليتي جو، ما شفناش كاليتي جو كبيره برشا يعني في الامبورطونس تاع الماتش، يعني سورتو الميتون الاول اللي في بوكو دو بيرد دو بال وبرشا تشنج عصاب، يعني هوند ما شفناش، شفنا كان برشا ضرب برشا دي دو مينوت من دي كوتي، الاربيتر دخل في يعني في الماما مع الجوارات الكل. بون بعد اللي في دي ديسيزيون ما نعرفش اسكو صحاح ولا نتاع الاربيتر اللي هما كي اون جوي ان رول تري امبورطون في الماتش، يظهر لي سورتو دي مينوت تاع كمال العلويني في الاخر ما نعرفش صحيح ولا انا ما ريتش كمال مس لي ليدر واري ترى ماشي شوت، ودي مينوت تاعو اللي كلفت ورقه حمراء اللي خرج كمال، يظهر لي بون سي سيركونتونس تاع الماتش هذوما، يظهر لي الماتش كان قوي برشا سيرتو في الاخر، تلعب على ديتاي صغار، اون افي البالون تاع بلوس دو تخوا فوا، اون افي البالون زاد فاول دو بيت زيمي تون تاع 4 بيت بور تو ان بو الماتش ما ماركيناش. يظهر لي لي بيغ دو بال في الاخر هما اللي اون جوي دي رول تري امبورتون، دونك هاو يظهر لي لعبنا في الاخر لكن زهر ما كانش معنا. هذه نقطة أخرى نحب نعلق عليها، اللي يعني أنا جيتي فريمون ايتوني على الأخر جوارات الكلوب كيفاش تسبان، كيفاش تطيح قدر كبير برشا يسبوا في جوارات حتى ولاد بلاد في بعضنا عباد اخوات قبل كسوا توا يعني في الكباس. هي ما الدخله كانت باهيه في بالي، الدخله بوس تعنيق وورد وفما بندرول كبيره. وفيغ ميزور يعني وفيغ ميزور الامبورتونس تاع الماتش، وماتش يعني لاحم وكل يعني لعبه نيول وكل في الاخر يظهر لي سبان سيرتو في الماتش توا الكلوب بون ربحت وكل شيء، لكن سبان الجوارات في بعضهم سي سيغ ريان، يظهر لي بوان دانتروغاسيون كبيره برشا، يلزمنا نراجعوا روحنا برشا في النيفو هذايا، يظهر لي ابريتو نعملوا في سبور، يظهر لي الرياضه اخلاق او لا تكون، كان الاخلاق كيما هكا على الدنيا سلام، يظهر لي نقطه استفهام كبيره برشا، الناس كل زمان نراجعوا روحنا. بون انا واحد من الناس اللوم زاد شويه على كلكو جوار نتاعنا اللي سون فلامي وكل، لكن الاكثريه من ليكيب ادفيرس اللي بالحق مع كل احترامي ليهم والبيبليك نتاعهم وجمعيه كبيره برشا، لكن سامحوا لي في الكلمه ثم برشا قل التربيه وكا هو. صعيب برشا نعرفوا، مش كيف الماتشات الاخرين، ماتش اليوم حاسم نهائي قبل الاوان بين الكلوب والاسبيرونس. صحيح، على كل دربي ماشي صعيب، معناها حتى ولو ساعات سكور والفارق يكون بعيد على بعض، ولكن ديما دربي سي ماتش ديفيسيل. اليوم يظهر لي اصعب، بوكو سيناريو صاروا في المقابله، خذينا الاسبقيه ومن بعد ترجي خذيت الاسبقيه، شفنا برشا اوراق احمر وبرشا دي مينوت، هذاك الدربي معناها بون ما ينجمش يكون دربي بارد، معناها ديما ثم تشن شويه اعصاب وكل شيء. الحمد لله فريقي نادي الافريقي خرج منتصر اليوم، ويخلينا معناها نترشحوا دور نصف النهائي كاس، ويخلينا زادا نمشيوا ليبروفيل باسبقيه معنويه كبيره. توا صحيح الترشح وضمناه وخليناه على شيره، لازمنا من غدوه معناها نخمو مليح في السوبر نتاعنا، وعندنا موعد كبير ان شاء الله في ليبروفيل، اون دو سادابتي مع الظروف الكل اللي موجوده غاديكا باش نلعبوا المقابله نتاعنا، وفرصه لنا احنا باش نترشحوا كاس العالم للانديه ان شاء الله. مكرم بس سلابور نتاع مكرم يكون واضح اليوم، مكرم ما شفناهش برشا، شنو اللي فهم؟ والله مكرم في بارتي دان كوليكتيف معناها دو 18 ولا 20 جوار. لو بلوز امبورطون اللي اليوم دريس معناها في الاوقات الحاسمه كان ديسيزيف ونحى ثلاثه كور اللي هما خلاتنا ناخذوا الفارق، بالمناسبه نقولوا برافو ونشكروا برشا، هذاك لو بلوز امبورطون معناها سي با مكرم وحده، هو النادي الافريقي مكرم صحيح في اللي ماشي كل اللي تي ديسيزيف، واليوم دريس معناها ورا اللي جدارته معناها باش يكون زاد الحارس في النادي الافريقي، وهذاك اللي بيه الفائده اللي في كل ماتش لازم النادي الافريقي تلقى جول واقف وتلقى جوارات معناها يخرجوا دي ستار هما وكل شيء. الكل ولاد سي سون دي غيري اليوم دي جلادياتور تبارك الله عليهم، معناها ما انتم تتفرجوا من الفوق، مي انا معناها نحسهم التعب نتاعهم وكل شيء، مي الحمد لله ربي وفقنا في الاخر وترشحنا. ماتش فوت فما دربي اخر نهار ثلاث،
شنو هو جوكم تاع الهوند باسكيت اليوم اخذت الشامبيونا؟ جونا احلى جو ان شاء الله ربي بقى علينا ستر النادي الافريقي وميساج نعيم سي بون معناها الباغي نتاعو ربحوا معناها قلت له عملت باغي معاه ومع زهير توا زهير والولاد معناها مازال له باغي معاهم هما لازمهم زاد يفرحوا رواحهم اول حاجه ويفرحوا الجمهور ويفرحوا العباد الكل تبع فيهم. مبروك ماتش اليوم كان صعيب وكان قوي برشا بالنسبه لليوم سري على الاخر ملي بدا كل مره اكيد تاخذ لافونتاج لكن 5 سكوند اخرانين كانت حاسمه الكلوب 4 الاسبيرونس 6 يعني والحاجه بارك فيك صح على الربح هذا وعلى التاهل بتاعنا النصف النهائي لكاس تونس ذاك الاوبجيكتيف بتاعنا من الاول كان ترشح صح والحاجه سي نورمال ماتش ديربي بس نلقاها كرة بكرة وتلقى واحد ساعات يتقدم بالنتيجة ساعات واحد ياخذ عليه الحمد لله في الاخر عرفنا كيفاش نجريو الماتش وعرفنا كيفاش نربحو سيرتو بعد ما خلينا نلعبوا باربع جواريت وخمسة جواريت اول حاجة نحب نقول اللي راهي النادي الافريقي السنة معناها حتى كان تلعب ناقصة ولا تلعب كاملة مع الاوراق الاحمر اللي لقيناهم الحقيقة ما نجوش نتعداو عليهم من ابرسيو هكاك مبروك علينا الكل بالجمهور بالجواريات بالستاف كل شيء مازلت باركور طويلة برشا توا ذا تيتر معناها مازال بعيد شوية ما توا نخمو في الجابون باش نلعبو سوبر كوب صح هذاك عنا اوبجيكتيف من اول مات من اول سيزون من 14 جوي احنا عنا الاوبجيكتيف هذاك السوبر كوب من بعد ندخلوا في الكوب دافريك اللي مخخنا كل غادي توا. الباسكيت اليوم سمعتوه مع زو شامبيونا؟ والله ماشي بتبعدها توفى هوند وباسكيت وشال الفوت توا على قريب الحمد لله ربي صار عام معبي بالتتويجات سنة بالنادي الافريقي في طول السكسيون ان شاء الله. شكون جمع الكلوب؟ جمعية بخير وديما راه جمعية الحمد لله ربي ذاك الحاجة اللي ديما تبشر بخير جمهور النادي الافريقي. كل الكاليفيكاسيون ماتش كان صعيب برشا اليوم لكن الكلوب عرفت تخرج باخف الاضرار سورتو ان زوز ملاعبيه من اهم اللي عنده مابور كبير دوزارير خرجوا اليوم كيف امينو كيف وسام. صحيح ماتش ما كانش سهل بطبيعه ستان ديربي وماتش كوب دونك سي نورمال باش يكون ماتش صعيب ما الحمد لله نقول عندنا كاركتير قوي في الجروب تاعنا عندنا سوليداريتي ركزنا كيما يلزم خاصه في الوقت اللي بيه الفايده نقول انا العشر دقائق الاخرانيين كنا مركزين بالكدا اكثر منهم والحمد لله ما لعب على دي بتي ديتاي الحمد لله يا ربي تو اهم حاجه الكاليفيكاسيون وكان نقول تو فرحنا الحمد لله دونك سي بون تو خمو في اللي جاي ان شاء الله. اشيونس اخرى هي سوبر كوب جمعه اخرى تقريبا لو 14 ماي مسافرين نهار الاحد بالنسبه للكلوب افريكان ومره اخرى باش تلقاو الاسبيرونس في كونتكست اخر هي سوبر كوب دافريك. صحيح كما قلت لك فرحنا بماتش هذا توا سي بون نحضروا ماتش السوبر كوب نتاعنا كما حضرنا لي ماتش الاخرين وكنا موافقين فيهم توا سي بون نحضروا ماتش السوبر كوب تاعنا ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله بقدره ربي نجيبوا الانتصار ان شاء الله. Bilan très positif contre l'Espérance. Pour le moment, c'est pas terminé. On a encore un match très important qui va arriver très vite. Mais il était important ce match-là de confirmer ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Donc on est maintenant on va essayer d'aller chercher le doublé, donc championnat coupe. On a encore quelques matchs pour ça, mais on va maintenant se concentrer très vite sur la Super Coupe, qui est un des objectifs majeurs du club africain. Parlons du match, la physionomie du match, c'était très serré, les cinq dernières secondes étaient très 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 chaudes pour le club africain, surtout avec quatre joueurs. Oui, ça montre tout le caractère de notre équipe. Voilà, et encore une fois, bravo à eux parce que chaque joueur a contribué à cette belle victoire. Alors pas belle dans la manière, mais belle dans le caractère, belle dans le fait de rien lâcher. Et je crois que dans des matchs comme ça, c'est important d'avoir cette force de caractère et cette culture de la gagne. Merci.